شكرا للزملاء بالكنترول. أهلا من جديد مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم عبر ظلال الأصيل على الهواء مباشرة. وبصورة عامة يعلم الناس عن الناس أشياء كثيرة جدا، ونحاكم بعضنا بعضا بميزان. هذا الميزان له كفتين، الكفة الأولى هي المشاهدات التي نشاهدها جميعا ونحاول أن نستفيد منها، وتجاربنا الشخصية أيضا تكون موجودة في الكفة الأولى لهذا الميزان. أما الكفة الثانية مشاهدينا هي القيم التي تحكمنا جميعا. ضيفي ثقيل في الكفتين لهذا الميزان مشاهدينا الكرام. الوصف المختصر لضيفي هو الحسن ابن الحسن، هو متلازم اللطف ومتلازم الأدب. وربما أقصد بمتلازمة اللطف جوهره المعبر عن الحد الأعلى من اللطف، فبصحبته يميل الجميع لميادين اللطف. ببساطة شديدة مشاهدينا، نحن سنجلس لنحكي ونتحدث عن نصوص ومسامرات وحكايات سودانية. حكاية سودانية معروفة في الشروق، لكن هذه المرة عبر صفحات سنقلبها. استطاع من خلال هذه الصفحات ضيفي الذي يجلس الآن بقربي أن يلين فيها أو ألان فيها دواته، وأطال فيها قلمه، وحاول أن يقارب بين الحروف، وأيضا يفرج بين السطور. أنا سعيد جدا أنه يكون معنا المهندس إبراهيم أحمد الحسن، ونحن اليوم بصدد تدشين كتاب شيء في سطري. أهلا بك، وأسعد الله كل أوقاتك بالخير. مرحب بالشروق القناة الفتية، ومرحب باتكاء على ظلال الأصيل في حضرتكم وحضرة كل التيم الهمام خلف الأجهزة والكاميرات وفي الكنترول. مرحبا بكم. برنامج الأمس كان التدشين للطبعة الثانية، التدشين الأول زي ما تكلمنا نحن قبل الهواء، قبل ما ندلف للإسم اللي فيه طاقة كبيرة جدا من الإيجابية وقدر من الذكاء. برنامج الأمس مليء بالأصدقاء رغم الكثرة، أنت أشرت في كلمتك لأنه هذا العدد الكبير كلهم من الأصدقاء، فخلينا نشير لهؤلاء الأصدقاء في بداية الحوار اليوم. مرحبا بك. من أجمل الأشياء في هذا البلد السودان الكبير الحبيب أن تنشئ لك شبكة من الأصدقاء. أنا متأكد أنه أي واحد في هذا السودان عندما يمد أواصر الصلات، أيا كانت هذه الصلات، جيرة، قرابة، زمالة، زمالة عمل، زمالة دراسة، رفقة سفر، كل هذه المجالات تنشئ أصدقاء. نعم. أنا أكاد أجزم أنه أنشأت لي شبكة واسعة جدا من الأصدقاء شرقا وقربا شمالا وجنوبا في كل المحيط. يمكن طبيعة العمل أتاحت لي التنقل كثيرا في كل ولايات السودان وخارج السودان، ولكن كان لهذه العلاقات والصداقات في داخل السودان من أقصاه إلى أقصاه، كانت كل قصة صداقة هي حبيبة إلى نفسي، وبصورة أو بأخرى عكستها في هذا السفر الذي نحن بصدد الحديث عنه. جميل. فالصداقات شيء أصيل وجميل في السودان، المحافظة عليها ضرورة قصوى، وهي التي تروح من عنة الحياة وتسارع عجلة دوران عجلة الحياة اليومية. لا بد من صداقات أصيلة تمتد تتسع وتضيق حسب مجال الصداقة والصلة بينك وبين الآخر. أدب الله المحبة والصداقة الخالصة لله عز وجل بينك وبين كل الذين حضروا وبين كل من تعرف يعني طوال هذه السنوات. باشمهندس إبراهيم أحمد الحسن، الناس عرفتك كإداري فذ، إداري ناجح،
من الأوائل والذين وضعوا اللبنات لي كثير جدا، تحديدا في مجال الاتصالات في السودان بصورة عامة، مشهود لك بالكثير جدا. لكن المقولة المعروفة أنك إذا أردت أن تنظر إلى مستوى وعي أمة فانظر إلى فنونها. كيف تقرأ الفنون كقيمة جمالية في حياة الناس؟ ونحن نريد الآن أن نتعرف أكثر من خلالك على، بعيدا عن المهندس، على الكاتب، على الأديب الأريض إبراهيم أحمد الحسن. بالمناسبة أول درس في علوم الإدارة أنا أذكر تماما، يعني عندما درست علوم الإدارة في مستوياتها الدنيا ومستوياتها فوق الجامعية، أذكر تماما أول جملة كتب المحاضر على التخته فن، كانت هل الإدارة هي فن أم علم؟ هل هي art or science؟ حتى لو كانت بالإنجليزي، فلا تنفصل. إذا في إداري مهتم بالجانب العلم أو العلوم وأهمل جانب الفنون، هو إداري فاشل. أنا أستطيع أن أبصم بالعشرة إنه أي إداري ما لم تتكامل الصفة بتاعت العلوم وصفة الفنون عنده في مخيلته وفي درايته ومعرفته، بيبقى بكل تأكيد هو لن يكتب له النجاح، أو حيكون إداري ناقص يطير بجناح واحد، ولازم الإداري الناجح يطير بجناحين. إذن للفنون قيمة جمالية كبيرة جدا في حياة الناس. هذه الإدارة بصورة عامة، الكاتب إبراهيم محمد الحسن كيف يعرف نفسه للناس؟ والله من الصعب. الأصدقاء ذكروا أنك يعني، والمتابعين، المقالات المعروفة المنشورة بصورة يومية، نشاهد الآن تتشيل لشيء في سطري، هناك آخر ربما قادم في الطريق هو كتب، لكن أنت كيف تنظر لنفسك هذا المجال؟ والله شوف، نظرة الإنسان إلى نفسه بتعتمد إلى أين أنت تقف في مسار حياتك. يعني بالتأكيد عندما كنت يافع في روضة ست نادية كما وارد في الكتاب، بالتأكيد تعريفي لنفسي ونظرتي لها بتختلف، وبعد ست عقود من الحياة السرة وبعد أكثر من أربع عقود من الحياة العملية المتصلة، بالتأكيد في كل مرحلة من المراحل التعريف بيختلف تماما. لكن الشيء بالشيء يذكر، وأنا في أولى ابتدائي أصدرت صحيفة حائطية أسميتها العلم في أولى ابتدائي، وكان معي الصحفي النحرير مزمل محمد بابكر المقبول، وكانت في مدرسة الغربية الابتدائية با، ومزمل ذهب في طريق الصحافة وأنا ضللت طريقي إلى الإدارة. إلى الإدارة وعدت الآن وعدت ناجحا الحمد لله، يعني عدت إلى كار الكتابة وصرت أكتب بنهم وبشهية مفتوحة. هذه الشهية صنعت لنا شيء في سطري، شيء في سطري اسم له دلالات كبيرة جدا، بيحمل جمال أخاذ، بيحمل ذكاء كبير جدا، بالطبع ما بيخفى يعني هذه المدلولات الواضحة والأشياء المقصودة. فندلف مباشرة لهذه النصوص والمسامرات السودانية ونتحدث عن التدشين الأول للكتاب الثاني. شكرا جزيلا. التدشين كان مدهش بالحضور النوعي الكمي والكيفي، يعني هم يعني أكاد أجزم أنه 90% منهم أصدقاء في مسار الدرب الطويل، يعني كما نصوص الكتاب، يعني كما ذكرت، يعني هي بدأت من السنوات الأولى ثم أصبحت سطور حروف، أصبحت سطور وشيء في سطري، نغمة سطري هي أقرب إلى صدري، وبالتالي السطور هي ما يجيش في الصدور، فكيف تخرج ما يجيش في دواخلك إذا كان حرف أو نغم أو لوحة أو أي من ضروب الفن
فهي في النهاية يعني شيء يعني يجيش في دواخل النفس البشرية، وإخراجه بالطريقة التي تعجب الآخر وتجعله يستمتع بهذا الإنتاج، إذا كان هو إنتاج أدبي أو غيره من المنتج، بالتأكيد عملية يعني هي بيستمتع بها الكاتب أو منتج النص أو منتج اللوحة أو الراسم الحرف حتى والخط أو المغني أو المؤلف أو غيره من فبالتالي السطور هي بكل تأكيد يعني كانت مسيرة طويلة ممتدة بدأت بالشخصيات زعملناها. أنا أحب جدا أكتب عن الشخوص، ومن خلال هذه الشخوص هؤلاء الشخوص أعكس القيم الجميلة، وأنا يعني كاد أدعي إنه كتاباتي كلها إيجابية، يعني أحاول أن أثير الجانب الإيجابي وأتجاهل أي جانب سلبي في الحياة. ربما أتناول بعض السلبيات، ولكن لأجل فتح الطريق أمامه ليتم تجاوزها ونصل بها إلى القيم الإيجابية المهمة التي يعني نرمي إليها جميعا. يعني جميل، أرجو أن تسعفني الذاكرة في ذكر بعض الأسماء. سطور كتبت فيه عن حبوبتك وحبوبتي، واحدة خلينا نقول حبوبتي بنت الهدى، الأم والوالدة نورة، والأخ بدر الدين. العائلة لها دور كبير دائما ودور كبير جدا، بس ليه إبراهيم أحمد الحسن اختص هذه الثلاثية وجعلها في شيء من سطري؟ شكرا. أول حاجة يعني دي أجيال ثلاثة، يعني حبوبتي فاطمة محمد الهدي، أو كما كنا نناديها اختصارا بحبوبة بنت الهدي، هي كانت كحال كل البيوتات السودانية، كحال بالتأكيد يعني هي بالتأكيد ليست شخصنا للحبوبة، ولكنها كما تفضلت هي حبوبة نجدها في كل بيت سوداني، في كل قرية، في كل دار. فالحبوبة يعني بقصصها الطريفة واللطيفة، حتى طريقة حسابها للشهور هي الطريقة المختلفة، يعني نحن في شهور أفرنجية وفي شهور عربية وفي شهور قبطية وفي شهور كثيرة من ممكن تكون في شهور ومسميات سودانية بالتأكيد عند الحبوبة خاصة، وده كان المدخل الأساسي، يعني رجب وقصير وسايق الضحايا وكذا، دي مسميات بتاعت التحبوبات يمكن تكون اندثرت الآن، لكنها كانت موجودة وكان يؤرخ بها. ومن وراء لهم الرحمة هي والحبوبة، يعني كانت كشان كل الأمهات، لكن الشيء الملفت تماما إنه الصديق السير عثمان الطيب الشاعر المعروف، شاعر يعني اليازة الحب للأمهات، البحر المودة، دي كتب السر وزارني أيام وفاة الوالدة، وبعد ما عزاني قال لي إبراهيم أنا لما واحد من أصحابي أمه تموت بهرب إلى أمي وأقعد معها ثلاثة أيام، ما بغادرة ولا بفارقة، ثلاثة أيام أنا بكون قاعد جنب أمي لما واحد من أصحابي أمه تموت. فالسر كتب قصيدة طويلة جدا يعني موجودة هنا في الكتاب عن رحيل الوالدة، واستشهد بعبارات كانت ترددة لها الرحمة، كانت دائما في رمضان بتدعو إن شاء الله ترجو دائما تامين ولامين وسالمين وغانمين. فالسر أخذ الدعاء ده واندح به في القصيدة، وكانت قصيدة جميلة. فدي الوالدة والحبوبة. بدر الدين شخص سوداني يحب الكورة ويعشق العلاقات العامة،
و متعصب لواحد من اللونين طبعا. والله هو لعب يوم ما فيه الا البيض، ولكن يعني بالتاكيد هو 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 اداري وهو مدرب فيما يختص بمجال الكوره. هو رجل علاقات عامه من الطراز الاول. في واحده من الاعياد قال لي والله الليله في 65 مناسبه في البيض، بيعرف ال 65 مناسبه. قلت له حتمشي لهم كلهم؟ قال لي بالتاكيد لا، لكن حيمشي لمنظمهم. فهو يتنقل بين المناسبات اذا كان افراح واتراح وغيره. وكتبت عنه الشخص السوداني البسيط المحب للناس المجامل يعني صاحب الواجب. وهو من بقى من الاسره في البيض يعيش وسط اهلنا هناك، ويواجب بصينية رمضان أو صينية عزاء أو وقفة في 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 حنة عريس. جميل. ده بدر الدين. كتبت عنه كده. وهو بدر الدين يعني في كل أسرة وفي كل حي وفي كل منطقة في السودان. هو الرجل السوداني السمح ببساطة. طالما جاء الذكر على عروس الرمال، إحنا ما حنقدر نبرح هذه المدينة الساحرة الخلابة والسمحة بإنسان السوداني الأصل والشام والبسيط والمجامل والمشارك دائما في كل الأفراح والأتراح والمناسبات بأشكالها المختلفة. كثير جدا من الذكريات مرات على الصبا والمشاهدات في عروس الرمال. عروس الرمال مدينة لا يمل الحديث عنها، وعروس الرمال هي واحدة من المدن السودانية اللي بتحملها في جواك محل ما مشيت. لا يعني جد أي حد من عروس الرمال ستجدها تعشش في دواخله. وعروس الرمال هي مدينة شأنها شأن كثير من المدن السودانية، فيها خليط عجيب من المجتمع السوداني بنفس الصفات وبنفس التعامل الممتد. يعني أنت تجد عروس الرمال دي موجودة في أي حتة، لكن هنالك تعصب حميد لهذه المدينة، تعصب ينعكس في الذكريات التي لا تبرح. أنت في السودان، خارج السودان، أينما تذهب وتجد واحد من عروس الرمال بدون أي شك حتلقى بينك وبينه مشتركات كثيرة جدا جدا، وتكون مفاتيح لنقاش. واحد من مدراء البنوك لقيته في مدينة بور السودان، ونحن في جولاتنا الإدارية في مدينة بور السودان، وقعدنا نحكي مع بعض ونتونس. لما عرف إنه أنا من الربيض قال لي يا باشمهندس أنا اشتغلت في الربيض 6 سنوات، لو حصل وإنت قاعد في مكتبك وسمعت بأنه في زول مات ما بدون ما يذكر الاسم تطلع تمشي طوال المغابر تلغائيا، طوالي تمشي المغابر. لما تصل المغابر وتفقد واحد من الناس يتلفت ما تلقاه، ثق ثقة تامة انه الزول اللي ما لقيته ده هو الزول في النعش. فكان وصف بليغ جدا جدا انه مجاملة الناس هن في الربيض في المناسبات الحزينة، يعني كان بمثل ما وصف هذا ما في حاجة بتعلى عليه يعني نهائي. لما جاء خلاص هو في النعش. خلاص. هو يكون مسافر طبعا، لكن زمان الناس ما كان قاعد تسافر كثير، بيكونوا ملتصقين بالبيض. فهو بكل تأكيد الشخص الذي داخل النعش هو الشخص الغايب. وصف بليغ. فهذه هي عروس الرمال. ولو طفقنا نتكلم عن عروس الرمال فلن نغف يعني ونستهلك كل زمن البرنامج، لكن نترك الأمر لكل المحاور ونختص عروس الرمال بالمحور الرئيسي. نعم، هي يعني بكل تأكيد موجودة ولها أشياء بين أسطرك كثيرة جدا عروس الرمال، وتحمل الكثير من الذكريات كما أشرنا. الكثير جدا من الذين تداعوا لمتابعة برنامج التدشين بالأمس، كاميرا الشروق أيضا كانت حاضرة، هي صديقة لك أيضا حال الأصدقاء الكثر.
نذهب مع لمتابعة ومشاهدة برنامج التدشين بالأمس هذه اللقطات، ونعود لنواصل الحوار في معية ضيف الأديب الأريب. الشارقة حضور لتدشين كتاب الباشمهندس الإعلامي إبراهيم محمد الحسن شيء في سطري. الكاتب إبراهيم محمد الحسن يقدم هذا السفر في هذا التوقيت، وافتكر أنه حيكون يعني إضافة حقيقية للمكتبة السودانية. الكتاب يحوي على العديد جدا من المشاهدات والملاحظات والتجارب الحياتية للأخ الباشمهندس إبراهيم محمد الحسن، ونتمنى أن يكون هذا السفر شيء في سطري إضافة حقيقية للمكتبة السودانية، وأن يواصل الأخ الباشمهندس إبراهيم محمد الحسن ويعرض تجاربه الحياتية الكثيرة جدا في مختلف المجالات، حتى يعني يسعد القارئ بهذا السفر والكتب القادمة للأخ الباشمهندس إبراهيم محمد الحسن. نصوص سودانية كما ذكر، ويعني هي إبحار عن الشخصية السودانية، ويعني سرد ممتع تعودنا عليه من أستاذ إبراهيم الحسن، وهو يملك يعني ملكة غاية في الروعة في السرد القصصي وفي الإبداعات السودانية. نحييه اليوم وهو يدشن كتابه، ونحن معاه إن شاء الله في هذا التدشين، سعيدين به ونبارك له هذا العمل الكبير، ونبارك للشعب السوداني كله اللي بيعبر عنه الكتاب وبيعبر عنه أستاذ إبراهيم الحسن. جميلة جدا، بعد غيبة تعود عملية تدشين الكتب، ومؤكد أن أي مولود جديد وكتاب جديد يصدر يصنع كثير من الحراك حوله، خصوصا أن الكاتب إبراهيم أحمد الحسن عرف باختياره لمفردات وأفكار مختلفة تدور حول السودان وما يحتوي السودان من جمال. اختياره للعنوان نفسه أنا أفتكر فيه نوع من العبقرية، شيء في سطري، بيذكر الناس بالكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، شيء في صدري، استطاع أنه هو يأخذ النغمة نفسها ويشتغل بها. التدشين بيحضروه مؤكدا اليوم كبار النخب السودانية، وزراء إعلام سابقين وسفراء وصحفيين وكتاب، وأنا أفتكر في ظل الغتامة السياسية اللي بنشهدها كونه نطلع من الأجواء تحت الغتامة السياسية نحو كتب ونحو تدشين،
دي حاجة كويسة. والأمر المهم برضو حسب ما علمت من الكاتب أنه لديه 3 كتب في الطريق في مراحل مختلفة ربما تصدر تباعا. ودعونا نشجع الكتابة، دعونا نشجع القراءة، لأن القراءة ترفع وعي الجميع. شكرا جزيلا. أهلا من جديد مشاهدينا الكرام. طبعا هذه اللقطات بحضور عدد وافر من الأصدقاء لضيفي الكريم. الآن أجلس أنا والقمر إبراهيم أحمد الحسن ونفتقد في جلستنا هذه لآرم سترونغ. كيف تفتقد لهذه الشخصية المعروفة يعني رائد الفضاء والغمر؟ كيف كان اللقاء وإلى أي مدى أنت تفتقد لهذه اللحظات التي يمكن أن نصفها بأنها وأجمل وأرق الكلمات؟ يديك العافية. آرم سترونغ اللي هو نيل آرم سترونغ ورائد الفضاء كما تفضلت، أنا حظيت بلقائه من القلائل طبعا، بلقائه يعني حظيت بلقائه مع عدد من الزملاء من السودان ومن دول مختلفة، وكلنا كنا منتمين لشركة زين العملاقة، وقابلناه في الكويت في الأردن في البحر الميت، وكان واحدة من التجمعات الكبيرة لدرجة إنه شركة زين تعمل لكل الموظفين وبيجيب لهم قائد ملهم أو شخص معروف. فكان أذكر في تلك السنة كان آرمسترونغ حاضر. لما كتبت أنا وآرمسترونغ والقمر أو أنا والقمر وآرمسترونغ، ربطت بين فترة عملي في المحطة الأرضية للأقمار الصناعية، وأحيي مديرة هذه المحطة البشمهندسة ليلى عباس هلال، وهي كانت يعني يمكن من أوائل النساء اللي عملنا كمديرات لمحطات الأقمار الصناعية العالمية إنتلسات. كانت ليلى عباس هلال السودانية، وكان ذلك يعني لمدة طويلة في المؤسسة، مؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية، واللي كانت الأقمار الصناعية تتبع لها. أنا ربطت بين العمل في الأقمار والتجارب الحاصلة في الأقمار واللقاء مع آرمسترونغ عندما يعني صعد إلى القمر وكرائد فضاء أمريكي في وقتها. كل تلك الأشياء ربطتها مع لقائي به مع محطة الأقمار الصناعية إنتلسات، وسردت للقارئ الدروس المستفادة من شخصية مثل آرمسترونغ ومن العمل في محطة المحطة الأرضية للأقمار الصناعية العالمية. ومن هنا أحيي كل الزملاء الكرام الذين عاشرناهم وعشنا معهم لمدة 6 سنوات أنا عملت هناك، وعشت معهم حياة جميلة جدا، وتعلمنا الكثير من خلال مهندسين أفزاز اشتغلوا في تلك المحطة المعروفة جنوب الخرطوم. الناظر للكتاب، يعني أنت كتبت حبوبتي أمي أخوي، هذا الرقم 3. من ثم دلفت إلى الأصمعي التربال الحميد وبروف سليمان صالح، هذا الرقم أيضا 3 أيضا. وكثير جدا من الحكاية إذا حاولنا أن نتدرج فيها، السودانيون ومتلازمة يوم الثلاثاء. جميل. متلازمة الثلاثاء دي ملاحظة بنيتها على مدار سنتين. لاحظت أنه في تتبعي وكان يأتينا بصورة يومية
الدخل من خلال المحادثات. كنت أتتبع هذا بحكم عملي في ذلك الوقت، يمكن من 2014 لحد 2016 كنت أتتبع هذا. لاحظت أنه يوم الثلاثاء أقل دخل، وفي الأول ما لفتت انتباهي، لكن لما المسألة طولت قلت لابد أن هنالك سر وراء يوم الثلاثاء هذا في السودان. فتتبعت الأمر فوجدت أنه ده نمط ممتد لفترة طويلة جدا، استمرت لأكثر من سنة وشوية. فحاولت أجد تفسير. التفسير الوحيد كان ارتباط حركة الموبايل، محادثات في الموبايل، مع حركة السيارات في الشارع. كل ما كان الشوارع مكتظة كل ما ارتفع الدخل من المحادثات التي يجريها الناس في ذلك اليوم. فيوم الأحد السودانيين يعني بيكونوا نشيطين جدا في إنجاز أعمالهم، حركة السيارات في الشوارع بتكون مكتظة الشوارع بسيارات، وبالتالي بيكون من الأيام ذات الدخل المرتفع. لما يجي الاثنين شوية الناس بترتاح من أمس، يقول لك يا أخي ما خلاص الأسبوع لسه فضل فيه 5 يوم. لما تجي الثلاثة خلاص ده اليوم النهائي، يعني ما الثلاثة هي أقل الأيام. ولاحظت أنا حتى لما أكون طالع من البيت للمكتب أو طالع لأي مشوار كنت ألاحظ أنه حركة السيارات في الشارع أقل. وانتهزت الفرصة دي وبقيت مشاوري كلها بقضيها يوم الثلاثة. لما يكون عندي مشوار لحتة بعيدة كنت بقضيها يوم الثلاثة، كنت أكون سايق مرتاح جدا يوم الثلاثة. يوم الأربعاء شوية الناس تاني بالصحصح تقول يا أخي الأسبوع ده فضل فيه يومين، فالحركة بتزداد، الدخل في الموبايل بيزداد. فده كله يصب في سلوك المستهلك السوداني، يعني إذا كان اعتبرنا أنه المحادثات يعني منتج مستهلك. لما يجي الخميس بنرجع تاني للاكتظاظ والزحمة وكده. فدي واحدة من الأشياء اللي أنا عملت فيها دراسة ومجهز فيها كتاب صغير اسميته متلازمة الثلاثاء. لكن طبعا الكلام ده كان 2014-2016. بالتأكيد في الوقت الحالي في معطيات جديدة، في افتراضات، ما أنت بتفترض أنه الأمور بتمشي بصورة سلسة، ما في أي يعني منقصات توقف حركة السيارات في الشارع. وبالتالي المسألة دي بتفترض نمط معين في واحد من الأصدقاء كان خطوره امبارح، اتصل عليه اليوم قال لي يا باشمهندس معليش عن نظريتك فاشلة. كيف يا صاحبي؟ قال لي لأنه الليلة أنا جاي من أم درمان وما قادر أتحرك، يعني لي ساعتين وأنا واقف منتظر في الكوبري. فقلت له أول حاجة الليلة الاثنين ما الثلاثة. أول حاجة. ثانيا ما أنت النظرية مبنية على افتراضات معينة، ما في نظرية بتتبني من غير افتراضات. افتراضات إنه الأشياء كلها سلسة وسهلة والأمور ماشية بدون أي معوقات، ما في أي حي واقفة قدامنا، ما في حي واقفة. لكن لو في أي شارع ترس خلاص أنت النظرية لازم تكون فاشلة، لأنه ترس تقفل حتشوف شارع بديل والشوارع البديلة. فبالتأكيد المسألة دي ما بتنطبق لو حصلت أي متغيرات في الشوارع مع تغير دولاب الحياة، مع تحرك عجلة الحياة بصورة مختلفة، في متغيرات كثيرة جدا بكل شيء. لكن متلازمة الثلاثاء هي نظرية صادقة ومثبتة علميا، أو أثبتت على الأقل أنا علميا وعمليا من خلال الملاحظات لهذه الفترة الطويلة. ودي فترة تكفي أنك أنت تقول أنه دي نظرية تشتغل. جميل. الكويت واحدة من الدول العربية الشقيقة، لكن في قلب وما بين سطرين ووجدان إبراهيم أحمد الحسن هناك معاني كثيرة وعلاقات حميمة وافتتان كبير جدا، حتى أن هناك مساحات في سطور إبراهيم أحمد الحسن للكويت. بالتأكيد، بكل تأكيد نحن تعلمنا من الكويت والكويتيين كثير، الكثير صراحة. يعني وجود أهل الكويت في الإدارات العليا في الشركة التي كنا نعمل بها وما زالت بالتأكيد الشركة، كان عنده قوة دافعة كبيرة جدا جدا. تعلمنا من الكويت
إنه هذا الإعلان الأخاذ الجذاب الذي يقول إذا كانت السماء سقف لبيتك والقمر مصباح غرفتك والعصافير فرقتك الموسيقية، لقى مختلفة وشاعرة أو شاعرية للإعلان غير الإعلان التقليدي اللي تعرفنا عليه، وفيه سيمة وصمت أدبي كبير جدا جدا، ويخليك أنت يعني الناس تتابعوا الإعلان في هذه الفترة بالتأكيد كانوا مأخوذين بهذا الإعلان البديع. دي واحدة تعلمنا من الكويت إنه الطريق إلى التميز هو دائما تحت التشييد، وعرفنا المسألة دي عمليا إنه التميز ليس هو يعني حدث يحدث وينتهي في لحظة معينة، لا هو كالطريق، فإنت طالما سالك طريق التميز، طريق التميز ده في كل الأوقات هو تحت التشييد، هو طريق لم يكتمل تشييده، فإنت كل مرة تضع فيه لبنة أو طوبة وإنت ماشي لحد ما تصل المرحلة الأخيرة، مرحلة اكتمال التميز، وما التميز لا يكتمل هو تحت التشييد. نصوص لوطن الجماري كانت في شيء من سطر امتدت حتى جنوب السودان، جغرافيا الوطن الحبيب، أينما تثقفنا أينما تجولنا أينما نظرنا نجد في شيء من سطر. كيف تنظر لقضية الوطن بصورة عامة، السودان الوطن الواحد ما قد كان وما سيكون، وكيف هي المساحة المفردة له السودان الواسع في سطري وليس مين؟ أنا حاولت أن أقول في وأكتب في هذا السفر عن وطن الجماري، وهي أصلا يعني هي في كل مقال من المقالات الموجودة في هذا الكتاب بتلقى لمسة ورسالة لوطن الجماري الممتد، والسودان ده وحدته لا تقوم إلا بهذا التنوع البديع، تنوع جغرافيا، تنوع التاريخ، تنوع الناس، البشر، السمات، تنوع كيمياء الناس في السودان، دي قوة كبيرة جدا جدا، ليتنا نستفيد منها في ترسيخ الوحدة بين هذه المكونات. أتيح لنا بحكم العمل إنه تجولنا في السودان من أقصاه إلى أقصاه، يعني ما في مدينة ولا قرية صغيرة ولا إلا وكنا فيها يعني، وذكريات كثيرة تطرى في كل من هذه القرى البسيطة والجميلة والتي يعني وجدنا فيها ترحاب، وجدنا فيها كرم سوداني أصيل أثر في دواخلنا وخلانا نكتب. يعني أصل الكتاب ده كله من وحي الناس اللي قابلناهم واهتمينا كثير، يعني في الكتاب ده اهتميت بغمار الناس، يعني كثير من الناس في مهن بسيطة قابلناهم وتعاملنا معهم وكتبنا عنهم في هذا الكتاب بصورة مختلفة. يعني ذكرت امبارح في التدشين عندي مقال اسمه خمسة لينيا، وده مقال طريف إنه أنا يعني كنت يعني أبني في 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 المنزل واحتجت لجريل الحواجز الحديدية دي، فأحد الأصدقاء الحدادين قال لي لازم الجريل يكون خمسة لينيا سادة، ففتشت ما لقيت خمسة لينيا سادة، مش خليت سجان ولا خليت غيره والكلام ده. طالما ان هنا عندي استفهام ليه خمسة لينيا يعني؟ ما هو كلام هو ده الشيء الطلب. فانا فتشت فكنت بلقى خمسة لينيا لكن الحديد المشرشر، خمسة لينيا سادة ما لقيت، فتعبت ووصلت لواحد من الدكاكين فوجدت واحد بيقرا في جريدة وسمع انه انا داير خمسة لينيا سادة، فنزل الجريدة وسألني يا باشمهندس انت عايز الحديد خمسة لينيا سادة تعمل بشنو؟ قلت له والله يا اخي انا بفكر اعمله جريل للشباك. قال لي جريل خمسة لينيا؟ قلت له يا ابن العم، قال لي الحراسة بيعملوها بأربعة لينيا، فما ممكن انت تسأل من وده واحدة من الحاجات، طبعا الاسلوب مختلف والسرد يختلف، لكن والراجل
من المناسبات الجميلة الراجل أنا حداد الطلب 50 كان موجود مبارح في التدشين, ودي من الأشياء الجميلة. يا سلام. بالمناسبة كل شخص أنا كتبت عنه أو عن أسرته كان موجود في التدشين. يا سلام. يا حتى سلام. الراحل المقيم حميد يعني أسرته مبارح كانت حاضرة. يا سلام. وحميد أنا لما كتبت عن حميد التربال والأصمعي حميد في وكان بيني وبين صلاة حميمة, يعني من الأشياء الجميلة إنه مرة كتب لي اتصل عليه وما رديت عليه وكنت في اجتماع وأنا عادة برد طوالي يعني, فقام رسل لي طوالي رسالة في شكل قصيدة قال لي حتى لو في اجتماع في خلا أو حمام نجيع يجيك فارد الجناح في الظلمة زي أبو الرقاع ويرد سريع, يا ريتني لو أقدر أستطيع كنت ببيع حلمي الوسيع والحق زعل ود الشفيع. ود الشفيع ده صديق مشترك كان بيني وبينه برضو اتصل وما رديت عليه فزعل, وحميد أصلح بيناتنا فاستحضر ود الشفيع في الأبيات البسيطة الجميلة اللي قالها ب يعني عدم ردي على تلفون. جميل. نحن في 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 خواتيم يمكن هذه اللحظات الجميله معك, تبقى لنا ما يقارب الدقيق او اكثر بقليل, لكن اريد أن سريعا ان اتطرق لاندونيسيا التي قضيت بها عدد اعوام واكيد لك فيها العديد من المشاهدات وحتى اللغه هناك, فانا ندلف ونتحدث عنها في خواتيم هذا اللقاء معك بينما أنت تضع لي الأوتوغراف والإهداء وتحدثنا عنها. هي 3 سنوات أيضاً 3 نعم قضيتها في إندونيسيا متلازمة الثلاثة والثلاثة ثلاثة, وهي يعني هذه البلاد الجميلة اللي هي 13,000 جزيرة. أنا كنت عايش في واحدة من الجزر, جزيرة جاوة الغربية واللي هي فيها باندونغا الجميلة. نعم. فقمت أفردت جزء كبير من مقالات هذا الكتاب لهذه المرحلة التي عشت فيها في إندونيسيا. وإندونيسيا في خاطر الشعب السوداني كله حاضرة من خلال أبيات تاج السر الحسن والتي غناها الكابلي يعني باندونغا الفتية. نعم. أنا عشت نعم. في هذه الباندونغا الفتية سنوات 3 وكتبت عنها كثير, حتى عن المصطلحات الجميلة والبسيطة في 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 هذه الجزائر الساحرة التي تسمى إندونيسيا. طالما جاء الذكر على باندونغا الجميلة سنختتم نحن ونهديك آسيا وإفريقيا بصوت الرحمن نجمل الأمنيات بأن نكون إن شاء الله إذا مدى الله في الأعمار والآجال موجودين في صباح المحبة دائما وصباح الثقافة لنتحدث عن إنتاجات جديدة. شكرا لك المهندس الأديب القريب والكاتب إبراهيم أحمد الحسن, سعيدين جدا. أنا أسعد, شكرا جزيلا.